فقد كانت سنة 2023 سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، وذلك من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته. سنة 2023 تجاوزت 28% بزيادة تقارب 33 مليار ديال الدرهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. كما تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تقريبا 7% لتصل إلى 115.4 مليار درهم. وأمام هذا التفوق المغربي في مجال صناعة السيارات، نسجل باعتزاز كبير الطفرة النوعية التي يعرفها قطاع الطيران ببلادنا، والذي استفاد خلال السنوات الماضية من الإمكانات التي توفرها المملكة، خاصة وأن عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة في هذا القطاع الحيوي. فقد حققت صادرات صناعة الطيران نتائج مرجعية تبعت على الارتياح، بعدما سجلت زيادة مهمة بلغت بنسبة 3.8% بقيمة زيادة ديال 841 مليون درهم سنة 2023. كما واصلت صادرات القطاع مسارا تصاعديا بزيادة قدوها 20% مع نهاية شهر سبتمبر، ويعزى هذا التطور الإيجابي إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع ب 31% لتصل إلى 12.9 مليار ديال الدرهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.